سعيد بإذن الله. غادة يعني مثل ما تكلمنا وذكرنا السعادة، اليوم عندنا موضوع جدا مهم وجدا جميل، هو موضوع السعادة. راح يكون عندنا ضيف الدكتور محمود التايب، وراح نتكلم عن مفهوم السعادة وشلون الواحد يكون سعيد، متى الواحد يلاحظ هذا الإنسان سعيد ولا مو سعيد، مواضيع أكثر طبعا عندنا صباح الخير. لكن ما دخلنا بها حبيبي. هذه مو هواية؟ لا اشفيك شوية. انت ايش قد جايب فلوس وياك؟ 600 فلس. 600 فلس. حبيبي 600 فلس وتريد تأثث؟ ايه. بابا 600 فلس كيلوين بصل ما يجيبن. يلا. اشفيك هواية ترى. يلا يلا يلا. أنا لازم أدفع يعني. ايه. أصعب شعور يمر على أي شخص لمن يحس إنه وحيد ويحس إنه يتيم، لمن يحتاج الحضن وما يحس إنه قريب منه. وأفضل وسيلة للهروب من الواقع إن الشخص ينام، يمكن يصبح الصبح بأمل وأحلام وأمور ترجع لنا حب الحياة. مستحيل، صار المغرب وكاد للحين ما جت. دقيتي عليها؟ دقيت، قالت لي كاني بالطريق. ايش دعوه جاي من البحرين يمه. يمه ما ودك تعرفين اخبار ايوب؟ ليش؟ هو كلمك؟ لا بس مشتاقت له يمه. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا سترك، فيكم شيء؟ ما في شيء، تعالي أبي أجيب موضوع. خير، شنو في؟ أم ثامر اليوم جت، تقول جهزوا شاهد خلال يومين تبيها عندها. وليش كذي مستعيلي؟ إيش دراني عنها؟ تقول ما راح أنطرش ليه تخلصين العدة. وإحنا أول وتالي ما نبي نسوي عرس. إيش رأيك؟ شاهد أنت إيش رأيك؟ ما أدري كيفكم، اللي تشوفونه. والله أنا ما أدري إيش أقول، أنا الناس ما أعرفهم أمك أبخص فيهم. هل تدرون شلون؟ خير بالعاجلة، منها بنتي بعد ترتاح من الهم والغم. مبروك. صار معك هادي؟ الله حالهم ما يسر كلش. صدقيني أحس إن الله سبحانه وتعالى يحب البنية هذه ويبي يبعدها عني. أمبي، في حد يقول عن نفسه كذي؟ بعد هذا الصج انت تدرين اللي انا بسويه غلط، تعرفين ايش بسوي فيها. لا لا انت يا نيت مو صح الصراحه، والله دامك خايف ومتردد وخر على البنيه. والله الحق ينقال عاد، انا المفروض ما اضر هالبنيه هذه، بس لو ما حاجتي انا باخذ حقي من فارس، ولا كان ما سويت فيها كذي. والله عاد انت تدري ان ما حد راح ياخذ حقك من فارس الا كادي، علشان كذي لا تحلطم وايد وتقعد تسوي سوالف. يلا احمد يلا حبيبي. هلا هلا، وين كنتوا؟ هاش سوي سيارتك الطقطوقية. شنو ما عندك فلوس تشتغل لك وحده مال اوادم؟ صوت الصالنصة وصل بيت حج شناوة بالحلة. مخ سيارتي؟ يا معودة يا اخي انا لو صاعد على دي كان واصل قبل ساعتين. لا لا بحدك لا بدك عليها. لا لا انت فيش علامة شنيتي. اي يابا شوف شلون تتهدد علي، اكو وحده تتهدد على خالها، امشي امشي وديني للشنطة لازم اشتكي عليها، شلون احمي نفسي منها بعد ما امن؟ تعال تعال تعال، شو الحكي اللي قاعد تقول انت بصدقك؟ وين راح اشتكي عليها؟ شوف سيف، انا مع هالانسان ما يقعد بهالبيت، تطرده باي طريقة ولا راح اذبحه وارتكب الجريمة. شنو شنو؟
شوفي يا نوف قنقينة، أنا قاعد بهذا البيت وأنت اللي تطلعين، ذاك زوجك وذاك بيته والباب يوسع جمل. يلا 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 خالي، ما سكت عيد ترى بقطك من الشباك. يلا داخل داخل، لا تسوي لي مشاكل هني. شفت أبوك الشفية جيك أحلى عماها رايح. راحت روحك إن شاء الله، قول آمين. النوب شفية علامش انتي بش فيك، خلينا نركز باللي احنا فيه. ام يا اخي سيارتي من غير ما يستأذن بسيطة. وش سوى بسيارتك يعني؟ الحين فيها شيء؟ يما خل اروح اشيك لك، كل شيء بسيارتي شيء. ما حد صاحب البيت. الله ياخذك ان شاء الله، الله ياخذك. اخي سيارتي بنص الليل غطيت، قعدت الصبح ما لقيت. يما نباق رجلي، اخ يما نباق رجلي. جاك الموت يا تارك الصلاة. سيف سيف سيف، كادي قالت لي بدق عليه وليه ما دقت. بذمتك انت الحين مو مرتاح؟ لا طبعا مو مرتاح، هذيل اهلي. انطر شوي بيرجعون يكلمونك، محتاجين ريال بحياتهم. ابوك ومات بيرجعون يحتاجونك. انا بقوم انام نوم الهنا. كادي 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 شهد خير. ايش فيك حبيبتي؟ تعالي كادي ايش فيك؟ مو قادرة، انا خايفة. ليش مخوفك؟ خايفة من موضوع الزواج، ما ابي اروح. حبيبتي طبيعي كل بنية بتخاف، باكر تروحين عند رجلك تعودين عليه وعادي تنسين هذا كله. امي ما تقدر تجي معي عشان العده، انت لا تخليني، الله يخليك. انا اقدر اخلي اختي حبيبتي دلوعه البيت. تعالي نامي انت، تعالي تعالي حبيبتي لا تخافين، تعالي. تبيني اقول لك حسايا عشان تنامين تنسين هالخوف؟ اي سمعي، كان يا مكان في قديم الزمان، كان في بنية اسمها شذرة. شذرة؟ كتيخ لا تقاطعيني. شذرة هذه كانت عايشة في بيت ما ياكل إلا الخضرة، ما ياكلون لحم كلش، لا دياي ولا لحم ولا حتى سمج. وكان عند أبوها مزرعة عودة فيها جميع الحيوانات من كل دول العالم، لدرجة أنه شهد. إذا ما خليتك تعضين أصابع الندم يا نوف، هاني هيك تسوين بيه؟ بسيطة بسيطة، كل شيء يجي بوقته. Thank you.
صباح الخير. صباح النور. اقول لك في احد قاعد يطق الباب، طليت من الدريشه ولا ريال؟ هو منو هذا شبي؟ ما ادري شكله، اول مره اشوفه. روحي شوفي من وافي الحين انزل. لقيتي أحد؟ ما لقيت أحد. الخدامة إن شاء الله العصر اليوم يروح يجيبها من المكتب. وهي زين ما بغت؟ وخولة بعد كم يوم بتطلع من المستشفى. لكم بتجيبينها عندي؟ المرة تعبانة وما عندها أحد، بيبها تقعد عندنا هني كم يوم لين ترد عافيتها. وبعدين لا تنسين هي اللي تعرف عن أبوي كل شيء وعن اللي صار له. أنا ما أبي أشوفها. يا مريم كبري عقلك، إحنا بحاجتها بأشياء وايد. الحاجة اللي من ورا هذه أنا ما أبيها. يصير خير إن شاء الله، خد تطلع ويصير خير. كادي الله يعافيك، ما يخلف تاخذين شاهد السوق، فش لا تروح بيت حمولتها بخلاجينها. إن شاء الله. تعالي ما تعالي، تعالي. صباح الخير يا أحلى سوسو. طبعاً اليوم جو حلو، فقلت أسوي لك ريوق وأنت رايق برا من زمان ومترقم مع بعض. إي صح كلامك. عمري والله. تعال قعدي. شكرا. العفو. ما شاء الله من قدي من قدي. سوسو مسوي لي ريوق ومدلعني. تستاهلين والله، اذا ما دلعت ادلع منو عيل؟ ترى كاشفتك. شلون يعني كاشفتني؟ لا ولا شيء. خلنا تريق عشان بقوم، عندي شغل وايد. حبيبتي انت مو قلتي لي ان انا جابل شغلك، ليش ما ترتاحين؟ لا انا عندي شغل وايد برا القهوه، روح انت جابل القهوه. لا ما اقدر، انا بروح بيت ابوي اليوم. براحتك، صب لي شاي. حاضر. بعيوني أشوفك مثل حالي، تتسلب وينينك تقضي بالسهر طول الليالي. يا الله صباح خير، لعنب ودارك ما تتعب، ما تهيأ دخنة، ما تقول في ناس نايمة، من زين صوتك. أنت ما يعجبك شيء؟ نظف، نظافة نظافة، حتى النظافة ما تعجبك؟ لا تعجبني، شو ما تعجبني؟ يلا نظف عدل. سخونه خلت عشاك بماعونه، تتحسى بدر ما يجيلك، تتوسل بدر ما يجيلك، شدعيلك يا اللي حرقت قلبي، كون ببلوتي يبليك ربي. السلام عليكم. هلا حبيبي، انت منو؟ انا طلال، امي نوف. انت منو؟ امك نوف.
والله والنعم، أنا خالها النوف. منو جابك؟ أبوي تحت نطرني. فوت حبيبي فوت، ماما بالغرفة هسه تطلع. طلعت روح إن شاء الله. أنا اليوم ما رحت الدوام، أمس من حطيت راسي على المخدة حاشيت نغلقها، الله لا يوريك إياها. أنا بروحي متضايق ومغلق. خالة يا من السفر الله يسلمك وقاعد عندي بالشقة ومسوي لي مشاكل. أختي تاوشت مع ريالها والحين عندي بالشقة. طريقتي قطت ولدي عندي. السالفة مو متراجعة كلش. سيف أنا محتاجتك وايد. وأنا محتاجك بعد. محتاجة ريال يكون لي سند وظهر. أنا أخوي حتى من تزوج ما قام يسأل عنه ولا ندري عنه. الله كريم، إن شاء الله تنحل المشاكل هذه كلها، تنسي هالأيام. بس لو أقدر أفتح لك قلبي وأكون واثق فيك، تسوي اللي أبيه، كل مشاكلك ومشاكلي تنحل. إنزين يلا أطلب، خلي همدي أودي أختي السوق. خلاص طلب اللي تبينه، أنا عازم أشوف عليك. خليه بالمنيو، منيو بليز. أبوي يبي بطاقتك. نعم؟ وش يبي بطاقتي إن شاء الله؟ وليش ما هو طلبها مني؟ ما أدري يوم أنت ما تحاكم بعض. إيه حبيبي، روح قول حق أبوك تبي شيء كلم أمي، هذا أبوك ينخاف منه ما له أمان، ما أدري شو يبي بالبطاقة. والله طاقتي. صباح الخير. صباح النور يا هلا. أكيد أنت زوج بنت أختي نوف. إي نعم. أهلاً وسهلاً. أنا أبو طلال بدر. أهلاً وسهلاً. أنت أكيد الخال ها؟ إي أنا خالها. إي عاد تمدحك وايد هي. لا 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 لا، هذه مو معقولة. نوف مستحيل تمدحني، بنت أختي عاجنها وخابزها بيدي. لا عاد بالعكس، تمدحك وايد وتقول عنك حباب، دمك خفيف، وقالت لي إنها تحبك وايد. يا معود حبتها حية. تتهدد علي ذاك اليوم لو ما سيف يمكن كان ضربتني، من يقدر عليها هذه؟ يعني انت ما تعرفها نوف هذه، هاي تمشي وتطق العالم، اذا انا حاشي منها طشار. هسوسه شبي من بدر بالله؟ شبي؟ ممكن اخذ تليفونك؟ اي حاضر، عطني تليفون وسجل لك رقمي الحين. يعني عاجبني هيك فد يوم اجيك للبيت نقعد نسولف، اذا ما بيها زحمه عليك. لا بالعكس، بيتك ومكانك. هلا يبا. يبا أمي تقول إذا تبي منها شيء كلمها، وتقول أكيد ناوي على شيء، أبوك ما له أمان. الله يعينك عليها هالقنقينة. منو؟ أي أي أي. ما تقول لي هاي وين لقيتها؟ بس أنت دواها والله، اللي سويته بيها تستاهله. المهم ما أطول عليك، عندنا قعدة وعندنا سوالف وهواية. أشوفك بخير. إن شاء الله، إن شاء الله خير. يلا يبا يلا 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 بسرعة أركب أركب خرب. قالت لك كذي ها؟ ما تستاهل وجهها هذه. ماشي ماشي. شنو قاعد تسوي مع رجلي تحت؟ شنو؟ منو زوجك؟ شوف عاد تجنني انت، هذا اللي قاعد تسولف معاه تحت. ريلي ريلي ايش كنت قاعد تقول له؟ انا كنت اسولف؟ اي اي انت كنت قاعد تسولف، ايش كنت قاعد تقول له؟ وانا يا شميدي هذا زوجك؟ واحد واقف سلمت عليه بالصدفه. صدق والله؟ والمفروض اني اصدقك يعني؟ شوف عاد ترى انا مره وافهم في هالسوالف، لا تقعد تلف وتدور، قول ايش خبص؟ لا لا انت مستويه، خليها الحق اسوي الغداء لابن اختي سيوفي، ابن اختي الصدق، وانت من هاللحظه لا بنت اختي ولا لي علاقه بيك، افهمتي؟ لا الله يخليك، راح اموت راح انتحر. انت على بالك انا مستانسه ان انت خالي اصلا، انا ما تشرف فيك تلوع الكب، لا بارك الله فيك ولا بالساعه اللي شفناك فيها. روح زين روح روح. قنقينة وحقودة. Thank you.
السلام عليكم. سلام يا هلا. يعطيك العافيه. حياك الله. الله يحييك. عمي بس بغيت تشوف لي كم تجيب لي هالساعه؟ والله هذه حلوه. شوف الماركه ايه. لا حلوه. بس هذه يعني تجيب لي بحدود ال 1000 1100. لا ايش دعوه عمي؟ شويه يعني. حبيبي هذه الموديلات هذه صغيره مو مرغوبه زياده، احنا مرغوب الوسط او الاكبر الحجم الاكبر. هذا البنات الحين يرغبونها بس حلوه الساعه تسوى يعني. 1000 1100 اخذها. خلاص عيل مو مشكله عمي، توكل على الله. توكل على الله، تفضل. ليش انا متضايقه؟ الشهر الرابع. برافو. علي انا. مش معقول. ليه مش معقول؟ فاكرني خلاص؟ سلام. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. ترى وايد ميت. خمس دقائق ويوصل احلى مكبوس من احلى مطعم. تمام. يلا خليني اقوم ابدا الحين. اوكي. اي صدق نسيت اقول لك، ترى حطيت الفلوس بحسابك وعطيت الموظفين معاشاتهم. ممتاز، يعطيك العافيه. الله يعافيك. وخلصت أغراض شهد ومريت مكتب الخدم حتى أخذ الشقالة الجديدة. الو، هلا حبيبي، مشتاقين. هلا فيك، هلا بالخال. والله كنت ناوي اجي لك باكر اذا ما عندك مانع. لا عفا عليك، قايل لك البيت بيتك، حياك الله باي وقت. كلك ذوق ابو طلال، كلك ذوق. خوش لعد، باكر قبل ما اجي اسوي لك الو. ما قلت لك انا مطلع لك عين هالهذي نوف. قل لي ما تقول لي وين لقيتها؟ انت ما تزوجت الا هالقنقينه؟ تكفى يا الخال، انا مالي خلق مشاكل مع نوف. ما بيها تدري انك قاعد تكلمني. يا نمي انا ما احب المشاكل. لا تخاف لا تخاف، عقلي يوزن 50 نوف. لا سموحه منك، ترى انا اسف بس المثل اللي يقول لك اللي ما يعرفك ما يثمنك. اي لعد ليش اقول لك لازم نقعد ونسولف حتى تعرف داعيك صح. المهم ما اطول عليك، احنا على الموعد. مع الف سلامه. هلا 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 ابو طلال. شي أبي هذا؟ لا يكون هي دازته علشان يعرف أخباري. هذه كل شيء تسوي، شافتني حاقرها وما عطيتها ويه. تبي تعرف وين أروح وين أي؟ أكيد هذه سوالفها. أنت شنو اسمك؟ أنا شانتي. ويا حلات وياها يرد الروح، مبتسم ما شاء الله. زين قولي لي، تعرفين عربي؟ إيه ماما. انت كم سنه بالكويت؟ قبل 10 سنه موجود. زين، يعني تعرفين تطبخين؟ اي ماما، مطبق سبيدي ومجبوس. عافيه. زين الحمد لله. زين شانتي، هذه غرفتك، شفتي هذا باب هناك، بطلي الباب ودخلي غرفتك ان شاء الله. ماما. ارتاحي. الله يعطيك على قد نيتك، شكادي وايد مشكوره. امين يا رب العالمين. المهم قولي حق ام ثامر خلاص شهد جاهزه.
زين خليها ليوم الأربعاء على راحتك كيفك. أنا بروح أرتاح، تعبت اليوم. خلنا أشوف أنا من على الباب. تعال تعال ماما عمري. ماما شاهو شريتي كل اللي تبينه؟ زين الحمد لله. نعم أنا آسف أختي إني جاي بهالوقت، سمعت إن الوالد توفى الله يرحمه. إيه جزاك الله خير ما تقصر. والله إنه كان ريال طيب، الله يرحمه ويضمد روحه الجنة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أنا كنت مسافر برا، صار لي 4 شهور مع بنتي علاج بالخارج، وتوني جاي من السفر صار لي أسبوع، وياي أجمع إيجاراتي، وبغيت الإيجار الله يرحم والديك. عفوا أي إيجار؟ أختي إيجار البيت، صار لي 4 شهور ما استلمته. هي لا غلطان أخوي، هذا البيت ملك حق أبوي. لا يا أختي مو غلطان، البيت هذا بيتي وأنا مجرع الوالد، بس الظاهر الوالد ما قال لكم. كم الأجار؟ أجار البيت 1200 بالشهر. إن شاء الله يصير خير. أنا بروح أمركم بعد أسبوع وإن شاء الله ألقى الإيجارات جاهزة. يلا في مال الله يا أختي. وما نخلص من صدمة التي هي صدمة ثانية، مو مستوعبة اللي صير ولا أدري ليش هالمصايب تتحدث علينا. هذه مصيبة. شنو يعني البيت مو بيتنا؟ يعني طول هالمدة قاعدين بأجار؟ زين أبوش ليش ما جاب لي طاري؟ ما أدري، الريال يبي فلوسه الحين، يبي أجار 4 أشهر والمبلغ شايب. من وين؟ من وين؟ لا لا انت عارف الحالة، وين يجيب؟ ايش بسوي؟ وين بعيش؟ أنا أدبرهم، أنا أدفعهم. إحنا الحين لازم نشوف لنا شقة نطلع، ما نقدر على هالبيت أجاره 1200، أنا من وين اللي أدفع له؟ يلا حبيبي دق على بابه وقل له انت جاي وياي. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا خالو. ها خالو وين رايح؟ والله خالو شويه نتمشى، انا متعود يعني باليوم نص ساعه اتمشى، فقلت اطلع واخذ حمود وياي اذا ما عندك مانع. اي ما تكفى بغير الجو شوي. يلا روح غير الجو. دير بالك عليه خالي. ما يحتاج توصي خالو. يلا. عيل نوف وينها؟ والله خالو علم علمك، خالو هذه ما تتحاكي، زيطة ولسانها ليطة. يلا بابا يلا. ما ادري ان انا طلاسم ما ايش قاعد اسوي لكم.
يجيبها من ساعتين ما اكله. هذا غير، هذا شغل بيت وحده توها موصلت لي. تعال ذوقه. تعال. بالعافيه حبيبتي. لا مشكوره. قاعد انزين بيك بموضوع. قاعد شنو شبيك؟ من يومين حلمت انك شايل بيبي ومستانس حدك حدك فيه. زين شنو يعني؟ يعني انا حامل. شنو؟ شنو يعني حامل؟ احنا اساسا اتفقنا انه ما بيننا يهال. شنو يعني اتفقنا ما اتفقنا؟ انت زوجي ومن حقي اني انا حمل منك. بعدين اشوف حكيك كله تغير. انت ايش فيك؟ انا اقصد اللي بعمرك مو زين عليهم الحمال. وبعدين من بيربي انا ولا انت؟ حلو حلو، اشوف من جيت وعشت عندي هني تغيرت، حتى صوتك قمت ترفعه علي. سوسن، اليهال اللي بيننا هذا مو صح، وبعدين انا ما ابي يهال، وماني مستعده اربيه. اذا انت ما تبي انا ابي، وما حد قال لك ربه، انا اللي راح اربي. استغفر الله، استغفر الله. لا اكيد هذين الظاهر ريج الحلو معاه خلاه يتمادى اكثر واكثر. هين يا ايوب، ان ما قطعت عنك المصروف علشان تعرف ان الله حق.